بشكل عام الراجل يعني بيحب قوي يسمع كتير، ودايما اللي بيسمع كتير دايما في البدايات بيبقى يعني كل ما بيسمع بالذات من الجهاز المعاون المصري بيبقى سهل انه هو يعني يحصل مع اللعيبه بالذات كمان، يعني انت عارف ان هو فتره بسيطه وما بقالوش فتره كبيره، الحمد لله ان كان عارف قدرات كل اللعيبه اللي موجوده، ده واضح من خلال طبعا الفتره الاخيره بالنسبه للاداء وبالنسبه للنتائج الحمد لله. وكل راجل ما الفترة بتطول شوية برضه المعلومات بتوصل له أكتر، بيعرف قدرات اللعيبة اللي موجودة، بس بشكل عام يعني الحمد لله يعني أنا شايف إن هو بقى ملم بحاجات كتير جدا جدا، يعني سواء بقى كقدرات لعيبة داخل الملعب، سواء في حاجات كتير، أنت عارف النادي الأهلي منظومة كبيرة، فالمنظومة الكبيرة دي بتبقى محتاجة دايما نجاح المدرب بيقاس طبعا أكيد بالناحية الفنية داخل الملعب وطبعا حاجات كتير قوي فنية، وكمان بقى الجانب المهم قوي اللي ده طبعا بيتسهل طبعا من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ هو الجانب الاداري، يعني دايما المدربين، وانا شايفه ان شاء الله باذن الله انه في الفتره البسيطه اللي فاتت دي وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى راجل ان شاء الله، يعني اتمنى ان شاء الله يعني يبقى له نجاحات كبيره في النادي ان شاء الله، يعني قريب جدا مننا كجهاز معاون، قريب طبعا من اللعيبه، المعامله النفسيه كمان مع اللعيبه شايفه بشكل ممتاز، يعني وبيحاول ان هو طبعا الجانب ده يبقى بيأدي ما شاء الله بيأدي بشكل كويس، وده واضح من خلال طبعا معاملته مع اللعيبه، في حاجات كتير كده مواقف كده احنا بنشوفها احنا كجهاز معاه من خلال طبعا من خلال داخل الملعب، وحاجات كمان يمكن بره الملعب دي ما حدش بيشوفها، مش كتير بيشوفوها، يعني اثناء طبعا ادارته للمباراه واثناء طبعا وجوده في المعسكر سواء في الفندق او حتى في النادي، فهو نفسيا بيتعامل مع اللعيبه كويس قوي، دي يمكن اهم ما يميزه يعني بالنسبه للجانب اللي هو اللي بره الملعب يعني. ودي نقطة مهمة خد بالك للمدرب، يعني ان دايما التعامل مع كل اللعيبة تعامل كويس، تعامل هو كمان راجل ما شاء الله، يعني راجل سلوكه كمان محترم قوي معانا ومع اللعيبة، وده نقطة مهمة جدا في نجاح اي مدرب يعني.